أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أطلقت هذه العبارة شرار الخلق عند الله كما في حديث أم سلمة وكما في حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فهل هذه العبارة تدل على كفر من وصف بها في النصوص؟ شرار الخلق هم الكفار، شرار الخلق هم الكفار والمشركون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهم شرار الكفار والمشركون. نعم.